toujours en milieu parce que ça chauffe le métal et ça le... Ah ouais. D'accord. Ça, c'est une belle pièce. Ouais, magnifique. Et on reprend la même pour la nuit. Splendide. Et la première de ce genre pour fabriquer la caisse en entier d'un véhicule chez nous au Maroc. Merci encore. C'est aussi un énorme potentiel et une sorte d'ouverture de la voie pour l'avenir pour vous et pour beaucoup d'autres. Cette plateforme fera parler d'elle encore pour les dizaines d'années à venir parce qu'elle a ouvert le chemin. J'espère que l'industrie automobile et tout le reste de l'industrie de notre pays lui emboutiront le pas, en tout cas on fera tout pour. Et nous sommes fiers de vous, nous sommes à vos côtés et nous souhaitons ardemment que cela se développe, réussisse encore et que GMD, comme on a dit, vous avez des robots twins là-bas hein, et vous les avez mis en couple, j'espère que vous ferez beaucoup de petits. Merci. هذه المجموعة عندها قصة فريدة من نوعها في ناف طنجة. أول استثمار ديالها كان في 2011 من يالله بدينا مع رونو. هو أول مصنع مباشر اللي كيوفر قطع الغيار لمجموعات رونو. واليوم صباح كنتشنو اليوم خامس مصنع ديالو في المغرب. هذا المصنع اللي عنده خصوصية قوية بحيث أنه تنمى من حيث من حيث القيمة المضافة، من حيث التكنولوجيا. هذا مصنع 4.0 اندستري 4.0. كتشوفوا الروبوات في كل المجالات، كتشوفوا ايضا ان الكفاءات اللي كتشتغل هنايا كفاءات اللي ترقات ايضا، ولو عدد ديال المهندسين ولا المهندسات اللي كيشتغلوا في هذه المصانع. وكتشوفوا ايضا انه اول مصنع في المغرب اللي غيصنع البنيه الكامله ديال السياره، وهذا تطور كبير بالنسبه لصناعه السيارات في المغرب. بالنسبه للاستثمار ديال هذا الجزء الخامس، هو استثمار تقريبا يفوق 500 مليون درهم الا حسبنا البنايات، وغيشغل كيشغل 270 كفاءه مغربيه. صباح كلشي بخير. اش كدير انت هنا؟ لا ريغلر شحال هادي وانت؟ ربع سنين. شحال كتشد؟ مازال ما تفاليديش. يلاه مازال ربع سنين ما تفاليديش. يلاه بديت. لا يلاه دابا ريغلر. يلاه دابا شحال كتشد دابا ريغلر ولا ماشي ريغلر؟ 1200. هادي ربع سنين انت انا؟ ملي غاطلع ريغلر شحال غاتشد؟ غانشي 4500. فين ساكن؟ ساكن هنا كارينا. كارينا قديم؟ شحال كيجي بالترونسبور ولا كتجي راسك؟ ترونسبور. شحال كتجي بالفكرة؟ ايه باش نعرف انا. 1500. واه واه. كلكم كارين هنايا؟ دابا كارين بوحدكم ولا كارين؟ مع العائلة. جايبين العائلة كيف؟ كيف حاجة اليوم احنا الحمد لله جينا من هاد الوحدة الصناعية اللي كتحتوي تقريبا على واحد 30,000 متر مكعب، وكتشغل تقريبا واحد 1,000 مشغل. وكما كتعرفوا الجميع ان الصناعه من اعمده اساسيه اللي كتعتمد عليها غرفه التجاره والصناعه والخدمات. واليوم الحمد لله هذا الشيء هذا راه مفخرا للبلاد ديالنا ومفخرا للجهه ديال طنجه الطوان الحسيمه. وكنشكر الجميع من ساهم من بعيد او من قريب في هذه المساهمه في هذا الخروج من هذا المصنع. بطبيعه الحال هذه الوحده راه هي كتساهم في التنميه ديال الجهه ديالنا، وكتساهم ايضا في المناصب الشغل اللي غادي تكون في هذه المنطقه هذه وفي هذه الجهه بخصوصا. كان شرف كبير لينا وكاع لي زيكيب ديال جي ام دي هو انه شرفنا السي الوزير الصناعه بالافتتاح ديال المعمل ديال جي ام دي ميتال، اللي في الحقيقه كان ثمره مجهودات مشتركه ما بين وزاره الصناعه وما بين السلطات المحليه وما بين لي كليون ديالنا كاملين، كوزاس وغونو ستيلونتيس ولا لي زوتر كليون، باش ننجحوا هذا الافتتاح، باش ننجحوا هذه المعلمه الصناعيه الكبيره. في الحقيقه ما كاين حتى شعور اللي قد يوصف
يقدروا نفس الشعور ديال الناس اللي خدامين في الجي ام دي من بعد مجهودات متواصله اللي كانت بدات في لابيريود ديال الكوفيد. كانت مجموعه ديال العقبات اللي استطعنا نتفوقوا عليها كاملين وبالمساعده ديال الكليون ديالنا وبالمساعده ديال السلطات المحليه. فاليوم كنشوفوا الا كنا اليوم فرحانين فبثمرات ديال المجهود ديال كاع المعنيين بالقطاع الصناعي في المغرب. شكرا.